الملاكي شاعر وفنان ومدرب متخصص في صناعة حراس المرمى. يؤمن أحمد ناجي أن سنه الحقيقي هو عام دخوله الأهلي منذ 40 عام وتحديدا عام 1978، ليست 60 كما تشير الأرقام الرسمية في شهادة الميلاد. لن يتخيل أحد من شباب مشجعي كرة القدم المصرية في الوقت الراهن أن أحمد ناجي مدرب حراس مرمى منتخب مصر في الوقت الحالي كان مطربا في يوم من الأيام. سجل ألبوم كامل وهو في شبابه تحت اسم أحلى المواني. متغربين حتى مع أصحابنا، متغربين في الضحكة والكلمة، متغربين مين اللي غربنا، مين اللي غربنا. لعب أحمد ناجي للفريق الأول بالأهلي موسم 78 وللمنتخب الوطني موسم 80 إلى 87، ومع منتخبات الناشئين والشباب والأولمبي، وشارك في أولمبياد لوس أنجلوس عام 1984 مع المنتخب الأول تحت قيادة القدير عبد صالح الوحش. فاز الحارس أحمد ناجي مع الأهلي ببطولة الدوري 3 مرات وكأس مصر مرتين وبطولة إفريقيا مرتين. ساهم في فوز فريق الترسانة بكأس مصر. يمتلك ناجي سجلا ناصعا أيضا مع الأهلي في التدريب، فبعد 13 عاما قضاها في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، ساهم خلالها في اكتشاف عدد كبير من حراس المرمى وقضى مثلهم تقريبا مع الفريق الأول بالأهلي، ليساهم في الفوز ب 29 بطولة محلية وقارية مع القلعة الحمراء ما بين 8 ألقاب للدوري و5 ألقاب لكأس مصر و6 بطولات للسوبر المصري و6 بطولات لدوري أبطال إفريقيا و4 بطولات للسوبر الإفريقي وبرونزية كأس العالم للأندية. حقق بطولة كأس قطر مع الجيش القطري وكذلك صعود بمنتخب مصر لكأس العالم لروسيا 2018 بعد غياب ل28 عام. ساهم المدرب القدير أحمد ناجي في اكتشاف الكثير من حراس المرمى الذين يلعبون الآن في الدوري المصري. تدرب على يديه كبار الحراس مثل شريف إكرامي، محمد الشناوي، أحمد عادل عبد المنعم، من قبلهم أمير عبد الحميد الحضري، بخلاف حراس الأندية الأخرى خلال تجربته مع منتخب مصر التي يواصلها بنجاح. أحمد ناجي المدرب القدير والفنان لم يتوقف في كلا الاتجاهين، فاستمر في عطائه الرياضي كما استمر في عطائه الفني في كتابة الدواوين الشعرية. كانت إحدى الدواوين لشهداء النادي الأهلي عندما كتب لهم ديوان بعنوان دم الشهيد. أنا كتبت حاجة عايز أهديها للشهداء كلهم، بقول دم الشهيد هو السماد، هو اللي خضر زرعنا وحيطرح الخير في البلاد. دم الشهيد هو السماد، الأرض منه هتتروي وهتبتدي تطرح أولاد. دم الشهيد لو حللوه وجابوا دم كمان أبوه، حيلاقوا فيه نفس السماد، نفس الجينات، نفس الصفات، نفس الكرامة والثبات. لكن الشهيد كان شجيع، خد قراره مع الجميع إن الأراضي تتكسب لون الربيع، لكنه مات ساب لنا أجود سماد. الأرض منه هتتروي وهتبتدي تطرح ولاد، هتطرح ولاد. الكابتن والفنان أحمد ناجي، شكراً.